اب میں تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب حافظ امتیاز صاحب کو، وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہمیں تلاوت قرآن مجید سنائیں۔ محترم جناب حافظ امتیاز صاحب۔ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد ولقد آتيناك سبعا من المثاني ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا كما أنزلنا
أنزلنا على المقتسمين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر فسوف ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتقوا
اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. صدق الله العظيم.